السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أحبائي أعزائي في كل مكان. بما أننا نعيش في إيطاليا فلا بأس أن الإنسان يعرف المستجدات على الساحة الإيطالية، القوانين الجديدة اللي تتغير، القوانين الجديدة اللي تجي. مهم مؤخرا لا ليغا نورد برئاسة ماتيو سالفيني وزير الداخلية نجحوا أخيرا في تمرير واحد القانون اللي تسمى لا ليجيتيما ديفيزا، يعني شرعية الدفاع على النفس، اللي مش حال دي كان بزاف ديال المعارضين لهذا القرار، ولكن أخيرا تم لهم ما أرادوه. يعني لا ليغا نورد نجحت في أن تمرر المسألة ديال لا ليجيتيما ديفيزا وتصبح قانون. بمعنى آخر يعني دابا شي واحد يدخل عندك الدار ممكن انك تقتله، يعني ما كاينش مشاكل، ما تكونش شي مشاكل، يعني ما يكونش شي باحث. كما تنعرفوا كانوا بزاف ديال المحلات مثلا تتعرضوا للسرقة، وكان مثلا مول المحل الا قتل شي واحد تولي في مشاكل، وكما تتعرفوا راك تشوه مسائل في التلفازة. دابا مع شرعية هذا القانون هذا اللي نجحت اللي نجحوا صافي ولا قانون، يعني هذا لا ليجيتيما ديفيزا او شرعية الدفاع على النفس، يعني اذا باش واحد يجي عندك في الدار مثلا تقدر تقتلو دنيا هانيته، ما كاين حتى شي مشاكل. بطبيعة الحال جا هاجم عليا الدار ديالي نقتلو، ما كاين حتى مشكل. لكن لحد الساعة ولو مروا هذا القانون وراه مازال كاينين معارضين لهذه المسألة هذه، لأنه كما تتعرفوا يعني ممكن إنسان عنصري مثلا من دوك العنصريين اللي كاينين ممكن أن يدوز على شي أجنبي من حدا الدار ديالو، من حدا الكورتي ديال الدار ديالو مثلا، ممكن أنه يقدر يسباريك ويجرك يدخلك مثلا الدار ويقول لهم هذا راه جا هجم عليا، يعني ما كاين حتى شي مشكل. يعني المسألة راه شوية صعيبة إلا تستعملت، أما تستعمل القانون فعلا الا دخل عليك شي واحد الدار، هذه حنا كنا مع هذه المساله اللي دخل عليك شي واحد هاجم عليا الدار، حنا تنقولوها الهاجم يموت شرع كما تنقولوا بالدارجه ديالنا المغربيه، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن الخوف، كل الخوف انه شي وحدين يعني يستعملوا هذه المساله هذه يعني ضد الاجانب مثلا، تنقول انا ضد الاجانب وقدروا يقتلوا بنادم يعني ما دار حتى شي حاجه مثلا، يقدر يكون غلط في الادريس او في العنوان مثلا، ويقدر الانسان يسباري ويجرح دابا بالدار ويقول لهم هذا راه هجم عليا، يعني ما يلقى حتى شي عقاب. السيد الوزير كان دار واحد ندوه صحفيه، ماشي ندوه صحفيه، المهم لقاء مع الصحافه في واحد الفيديو هذا، يعني فرحان بالنجاح اللي نجحوا بهذا القانون هذا، لانهم مدوهم وتتقاتلوا عليه وراه وصلوا للمبتغى ديالهم. نخليكم مع الفيديو تشوفوه، وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ministro, possiamo cambiare tema? Possiamo cambiare tema? Possiamo cambiare tema? Possiamo chiedere anche sull'economia. Vieni, 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 vieni. Pronti? Di economia parlo dalle 4 del pomeriggio in poi, perché per intanto il risultato è così bello. E di autonomie regionali parla, Ministro? Di tutto, dal pomeriggio in poi. Però non voglio... No, come per la legittima difesa a cui aveva pensato il PD, di notte. Ne parlerò stanotte. Farò un live alle 2. Di economia e del giornalismo parla. Anzi, dal carcere di Bollate. Siccome stasera sono in carcere a Bollate, parlerò di un sacco di cose. Dai, siccome... Sono almeno 15 anni che stavamo lavorando a questa battaglia, permettetemi di celebrare questo risultato, non per la Lega ma per gli italiani, tutto il resto parleremo nelle prossime ore. Grazie a tutti. Evviva, evviva, evviva. Buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro.